اسمي عبد في الأمر. ممنوع منعا باتا أن أشوف الضوء. دخلت الدكتور قال لي حاولي تشبعي منه لأنه هو خلاص 6 شهور وهيتوفى. ده مرض سيدنا أيوب. انتوا لازم تشيلوا جلد وشه كله ونحط جلد جديد. والده رفض علاجه وانفصلت عن والده. دخلت حضانة أقدم له وصاحبة الحضانة قالت لي أخي ده عيان. نفسي مش حد يقول ألف وشك ده ونفسي يطلع الشارع لأصحابي ونروح المدرسة. أنا عايزة دكتور، أنا عايزة أعرف هو حالته تتعرض على إيه؟ إيه المكان الصح اللي أمشي فيه وأروح؟ عاملين لهم لبس مخصص من وكالة ناس المفروض ان هم يلبسوا، انا دورت عليه هنا ما لقيتهوش. يعني مش معنى ان هو طفل القمر هو بيطلع يعيش حياته بالليل، مش عايش حياته خالص لا بالليل ولا بالنهار. انا شايفه اجمل طفل في العالم. انا اسمي عزه شميس، والده عمرو شميس، ابني الوحيد عنده 8 سنوات. هو طفل القمر زي ما الدكاترة قالوا لنا. من هو عنده 3 سنين هو طفل طبيعي جدا ما فيهوش أي حاجة. لغاية ما في يوم كنا قاعدين لقيت جسمه نفخ وبقى ابتدى يعيط جامد، وشه نفخ جامد لدرجة إن عينيه ما بقتش باينة وجسمه اتقفل كده، يعني من الأماكن الحساسة المناطق الحساسة اللي في جسمه لقينا الجلد بيقع. وتاني يوم رحنا للدكتور قالوا لنا دي حاجة اسمها جفاف الجلد المستبقخ أو الزيروديرما بيجمنتوزا أو سرطان الجلد او اطفال القمر، اللي هو كل ده المرض اللي عنده. قالوا لنا ده بيسبب عمى مبكر، شلل في جميع جسمه، بيوقف كل جسمه وبيسبب اعاقه. دخلت للدكتور قال لي هو لسه عايش، ده قدام 6 شهور وهيموت. روحي حطيه في اوضه ضلمه واقفلي عليه وما تطلعيهوش في النور خالص. وبالكلام كده حاولي تشبعي منه لان هو خلاص 6 شهور وهيتوفى. ده مرض سيدنا ايوب، جلده هيقع وهيبقى عظمه ومفيش حل ومفيش علاج. فدخلت على ابحث عن المرض وكده لقيت انه مرض مش مشهور كتير ونسبه قليله اللي بيتصابوا بيه، وان هو المفروض عدو الشمس او اطفال القمر يطلعوا بالليل بس. النور الابيض الشمس لازم حتى وهو قاعد في البيت لازم يبقى دهن صن بلوك او واقي شمس وادويه حساسيه على انه بيهرش في جسمه جامد. فوقتها المفروض ان انا في بيتي اللي هو انا وهو عايشين فيه متجوزه فيه، فوالده رفض علاجه وانفصلت عن والده. عايشه هنا مع اخويا ووالدي ووالدتي واخواتي البنات. كانت حالته النفسيه زي الزفت لانه اول ما بدا يروح الحضانه الاطفال اتنمروا عليه، طلعت له حبايه في انفه، فالدكتور عمل له عليها جلسات تبريد بحيث انها ممكن تكون ايه حاجه زايده تنزل من وشه، لحد ما اكتشفنا ان هو ورم خبيث. والدكتور قال لازم يتشال. اخدناه ورحنا لدكتور جراح تجميل، شاله من انفه وشال من تحت عينيه، اخد جزء من فخده ورقعه له. طلع من اوضه العمليات قال لي في حاجتين لازم اقول لك عليهم، اول حاجه ممنوع منعا باتا ان نشوف الضوء، تاني حاجه الورم هيرجع له بعد 14 يوم. وفعلا الورم رجع. الحل ان هو حياته كلها هيعيشها في الضلمه، ما ينفعش يطلع في الضوء، ما ينفعش يعيش زي باقي الاطفال، لازم تكييف، لازم يبقى يعني لازم حياته تتلغي، ما يبقاش زي بقيه الاطفال ولا يعيش زي بقيه الاطفال. كل ده وحالته النفسيه زي الزفت. اول ما عمل العمليه وبدا يطلع الشارع بقى التنمر عليه، انت وشك فين، انت انفك فين، لانه ما كانش بالشكل اللي شفتيه ده كان ضايع. انا بحاول امسك نفسي قدامه كتير بس ما اوقات كتير ما بعرفش. انا عايزه دكتور، انا عايزه اعرف هو حالته تتعرض على ايه، ايه المكان الصح اللي امشي فيه واروح. لما دخلنا على البحث وبحثنا عن المرض عرفنا انه في بره مصر بيهتموا بيه جدا، عاملين لهم مدارس ليليه بالليل، يطلعوا بالليل ويعيشوا حياتهم كلها بالليل. يعني هم اطفال القمر بيطلعوا بالليل، وكنت شفت فيلم اتعمل لطفله زيه
ولما طلعت للشمس اتبهدلت، فهم بيهتموا بيهم، فعاملين لهم لبس مخصص من وكالة ناسا المفروض ان هم يلبسوا. انا دورت عليه هنا ما لقيتهوش. اللبس ده عبارة زي لبس كائن الفضاء كده، بس بيبقى كله قطن، في شيلد كده مغطي وشه، ولبس زي كائن الفضاء بس ابيض، بيبقى كله قطن بقى، خامات قطن، وفي تهويه من جوه ان هو ما يحسش بالحر كده. انا كنت كل يوم الصبح اول ما بيصحى بقول له انت اجمل طفل في العالم، وخصوصا بعد العمليات كل يوم، فكان بيصدقني جدا ومبسوط بالكلمه. تاني يوم بقول له انت اجمل طفل في العالم زي كل يوم، قال لي ماما ما تكذبيش ما تهزريش معايا. قلت له لا والله يا حبيبي ما بهزر. قال لي انت بتتكلمي بجد؟ قلت له والله بتكلم بجد، انت اجمل طفل. قال لي امال الناس في الشارع بيقولوا لي؟ روح روح بيتكم، ما تطلعش بالشكل ده، انت ايه اللي في وشك ده ليه؟ ده حر. انا شايفة اجمل طفل في العالم، هو حياتي كلها عمر، يعني انا وقفت حياتي عليه، ومش عايزة حاجة من الدنيا غير ان ربنا يشفيه لي بس. فممنوع يطلع في العيد، ممنوع يروح في اي مكان، حتى لو طلع بالليل في وسط الناس ووسط السخونية ما بيستحملش. يعني مش معنى ان هو طفل القمر هو بيطلع يعيش حياته بالليل، مش عايش حياته خالص، لا بالليل ولا بالنهار. مجرد انه يطلع بالليل نور الشارع ابيض بيتبهدل فيه كأنه طالع للشمس. ممنوع يقعد معانا، ممنوع ياكل معانا، لما نحط الاكل ممنوع يقعد معانا، ممنوع يطلع في الضوء لو احنا قاعدين كلنا، ممنوع يقعد. ما اشوفه صورته قبل ما يتعب وبصوله بعد ما تعب، وعرفوا ان كلنا معرضين انه يحصل لنا كده. فيعني عشان جبر الخواطر على ربنا، احنا مش طالبين منكم حاجه غير بس محدش يتنمر عليه، محدش يقول له كلمه تجرح. اللي عايز يسال ممكن يسال على جنب، او يكتفي بدعوة، مش لازم انه يسأل.